السلام عليكم إخواني. طبعا في هذا الفيديو أنا عملت فيديو زي هذا بس بالإنجليزي. في هذا الفيديو راح أحكي بالعربي، راح أحكي إنه هل أنا كفلسطيني خائن أو نسيت أنا وين أصلي. طيب، القضية هي مش قضية خيانة وتطبيع، القضية إنه في آلاف من الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء العالم خصوصي في الوطن العربي، وهاي الخصوصية في الوطن العربي ليش؟ لأنه نحن في الوطن العربي قاعدين نبيع وطنيات، قاعدين نحمس الشعب الفلسطيني على حق العودة وحق العودة، وإحنا عارفين تماما منطقيا إنه هذا حق العودة صعب احتماله، صعب وجوده. يعني ممكن لما يجي سيدنا عيسى بعد نهاية العالم ممكن يصير في اشي اسمه حق العودة، بس خلال هاي الفترة ما في لا حق عودة ولا بطيخ. انا كفلسطيني من حملة الوثائق اللي عانيت واللي شعبي عانوا من ظلم وتبجح الحكومة اللبنانية بسبب حق العودة، طب هل انا بستاهل هذا الحكي؟ هل الفلسطينيين كلهم بيستاهلوا هذا الحكي؟ لا طبعا. هل فلسطينية غزة اللي قاعدين مرميين مش قادرين ياكلوا لا لقمة ياكلوها، وقاعدين بيشحدوا على الانترنت من عالم ما بيعرفوهم يبعثوا لهم مسجات على الخاص يقولوا لهم ارجوك ساعدني، طب هل هذا الحكي مسموح؟ لا طبعا مش مسموح. فاذا الحل تبع فلسطين مش انه نحن نقعد نبيع وطنيات، لا بالعكس. يعني انت لما تيجي تلاحظها اللي معاهم هويات، اللي معاهم هويات يهودية واسرائيلية وعايشين عيشة مرتبة، بياكلوا وبيشربوا ووضعهم الاقتصادي تمام، وهذا ليس تطبيع ولا اشي، لكن احنا لازم نفكر في امر فعلا يخدم الشعب الفلسطيني، مش بس نضلنا نبيع وطنيات. يعني كلكم عارفين مين هي، نحن نقعد نبيع وطنيات في الشعب الفلسطيني ونقعد نقتل اخواننا في سوريا، طب هل هذا الحكي مسموح؟ لا طبعا مش مسموح. وقاعدين بنخرب في البلد بلبنان، هذا الحكي مش مسموح. او وعد تاني، نقعد نبيع وطنيات لفلسطينية غزة واحنا قاعدين بنمنع عنهم المعونات، طب هل هذا الحكي مسموح؟ لا طبعا مش مسموح. نحن اسمنا منظمة الأونروا، نقعد نقول نحن مع فلسطين ونحن بنسرق كل المصاري اللي بتيجي ولا بنخدم لا فلسطيني ولا كذا، لا طبعا طبعا هذا الحكي لا يسمح. يعني عفوا بس انه الصهاينة بيعاملوا الفلسطيني العربي اللي بيسموه عرب اسرائيل بيعاملوه بطريقة احسن ما بتعاملوا الوطن العربي. نحن نيجي الحق نحكي الحق والصراحة. عشان هيك الفلسطيني خصوصي الفلسطيني المحتاج، الفلسطيني اللي حالته المادية تعبانة، حله انه يتحسن وضعه الاقتصادي، او انه بلد وضعها الاقتصادي منيح تاخده لها الفلسطيني وتعطيه اقامتها وتعطيه جنسيتها، وبهذه القضية بتحل قضية الفقر الفلسطيني. قضية الفلسطيني ما بدها وطنيات، بدها حل جذري، بدها حل اقتصادي. ارجو هذا الفيديو ينتشر وعلقوا لي، شوفوا يعني بالكومنتات علقوا لي، وان شاء الله انا راح ارد على كومنتاتكم.